مات؟ اوعي تقولي كده، اوعي تقولي انه مات. معرفش. طب قولي لي هو فين وانا هاخده واطلع برا البلد. ما هتعرفليش سكه ولا مكان. يا سلام. وحسن هتسيبيه لمين؟ ما عايزاش اشوفه، انا بكرهه. تموتيه؟ تقتلي لي حسن يا مفيده وتجيبي لي خبره. بكره الصبح ابنك يبقى في ايدك. ها قلتي ايه؟ صعب؟ مش هتعرفي تعملي كده؟ ابنك يعني مموت نفسه من العياط؟ اه والله بيقول لي ان هو مش راضي ياكل. بيقولوا لي كمان ان هو وحش حضن امه وصدر امه. على كل حال انت حره بقى. طب اشوف اطمن عليه وهعمل اللي انت عاوزاه. راس حسن تحت رجلي، ابنك هيبقى في ايدك. اللي انت عاوزاه. امتى؟ النهارده. بكره الصبح ابنك يبقى معاكي. صح. اه والله صح. بس عقلك يقول لك بقى تروحي تقولي لدار بينا ده؟ هقول مجنونه، ما شفتهاش ولا سمعت منها حاجه. وابنك مش هتشوفيه تاني يا مفيده، اعتبريه راح. لا لا انا هعمل لك اللي انت عاوزاه. كل اللي انا عايزاه؟ ايوه كل اللي انت عاوزاه. وحسن راسه النهارده هتبقى تحت رجلك. بوسي. شفتي بقى؟ عرفتي انك مش هتعملي اللي انا عايزاه؟ انت حره. هشوف ولادي تاني؟ وهتاخدي في حضنك كمان. أنا عندي وعد يا مفيدة، لو نفذت أنت وعدك ماشي؟ يلا يلا بسرعة عشان ابنك مموت نفسه من العياط. يلا يا حبيبتي. اوعي يا حسن! بلدي! تتجنيتي! تتجنيتي يا بنت! أنتوا جايين! مين اللي جالك تعملك ده؟ ولدي يا حسن، ولدي! بتلاقي العارف مكانه. عرفتي منين؟ ما حدش قال لي. عدلي، عدلي هو اللي قال لي. ريتال ما قالتليش حاجه. ما هي اللي لازم تكون عملت كده؟ هي ضرتي، بتغير مني وعايزه انا اموت من الجهره. قومي قومي، عايز تقتليني يا بنت الكلب. خليك على المخبوله دي. تطالق كنت صابر عليك عشان الواد، لو لقيته هقول انك متي. يلا بره بره. انا عايزه ولدي، انا عايزه ولدي. انت ايه اللي جابك هنا؟ عايز ايه يا حسن؟ انت مش طلقتني خلاص؟ فين ريتال؟ فين؟ ودني؟ انتوا جيبوا المقطع رقبتك. اه فهمت. اوعى بتلعب اللعبه دي انت وامك؟ تجننوا مفيده وتخطفوا الواد عشان تبقوا خلصتوا منها، وتيجي هنا تعمل عليا انا ذكر؟ ولو عملت فيا اي حاجه محدش هيلومك ولا اقول لك انت بتعمل ايه؟ فين الواد؟ اسأل أمك. أمك هي اللي قتلت فريدة وابنها. خليك أنت بقى كده ماشي وراها وشوف هتوديك لحد فين. هو أنت فاكر إن أنا زعلانة يعني إن أنت طلقتني وكده؟ بالعكس، ده أنا مبسوطة جدا. ما صدقتك خلصت منك ومن أمك. أوعى تحسب إن أنا كمان زعلانة من مروان إنه طردني من البيت الكبير ومش عايزني أدخله. بالعكس، بيت إيه وزفت إيه؟ ده أنا ما صدقتك خلصت يا أخي. بس خلي بالك بقى يا حسن، امك بتلعبك زي العروسه، وفي الاخر هتلم الكوت اللي بتلعبك بيها وتخنقك. امي هي اللي كانت فاهماكوا زين،
احنا ما صدقناهاش. وخلي بالك لحد دلوقت مراتي، واقدر ارجعك في اي وقت. مش بمزاجك؟ لا بمزاجي. او عقدك. هو انت فاكرني مفيده ولا ايه؟ هجري وراك واقول لك ماشي يا حسن، تحت امرك يا ابو علي. لا يا حبيبي، انا اللي يقول لي مع السلامه اقوله في 60,000 داهيه. تعالى هنا. بكرهك يا حسن، والكره ده اتعلمته منك ومن امك. امك اللي ما همهاش حد يا حسن، وراحت قالت في ميكروفون البلد ان ابنها مات وشبع موت وخدت فيه العزا. هتبقى عليك انت؟ هتبقى عليك ولا على ابنك؟ كاتك القرف. كان هيموتني ابن المجنونه. احنا لازم نبلغ البوليس يا رفاق. لازم. لا ما ينفعش، ما ينفعش. أنا هعرف آخد حقي منه. سيبي الواد، سيبي الواد، حركتي قلبي عليه. اهدي يدك على الواد. اتجنيتي؟ سيبي الواد. ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اهدي اهدي. في ايه؟ أنا عايزة ولدي. هنلاقيه هنلاقيه حبيبتي، ما تلاقيش. هنلاقيه، بس اهدي كده. كل حاجة هنحلها إن شاء الله. اهدي. دي اللي طلعت من البيت. خلاص يا جدعان، خلاص كل واحد يروح لحاله، مفيش حاجة. يلا يابا. أنا عايزة ولدي. هنلاقيه ان شاء الله، ما تلاقيش. هنلاقيه، كل حاجه تبقى كويسه. بعد جدك عنها. انت مين ماسكها كده ليه؟ انا صوفة، كنت معدي والناس ملمومه عليها بعد اللي عملته، فقلت الحقها وانقذها. ما تخافيش. بعد جدك حسن، لو عارف انك طلعتي هيموتك. انا عايزاه يموتني بس يرجع لي ولدي. عايزاه يقطعني بس الاقي ولدي. انت كده هتفضحينه. انا ما رجعش البيت الا وعبد الحكيم على يدي. بعد عليكم يا بنت. و هي في ايه مالها؟ انت بعد عني سعادي، والا قسما اجيب رقبتك في يدي. وماله؟ مش مشكله، انا راضي. شكلها تعبان قوي، وايه اللي حصل؟ مالكش صالح بينا واصل، وبعد عن وشي سعادي. في ايه يا شمس مالك؟ شمس، وكمان بتجيب اسمي على لسانك يا قاضي؟ عيب عيب. معلش معلش، مهما كان في بينا عشره وطفل. اي نعم كله راح، بس العشرة يا شمس ما تهونش غير على اولاد الحرام. حد يعمل الموزس كده؟ موزس ايه بقى يا عم؟ ايه الاحراج ده؟ موزه قوي.